وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. مرحبا بك سعادة الوزير في نشرة الثالثة. هل لك أن تحدثنا عن أهم الاستعدادات لمتابعة إجراءات تيسير حملات الحج البحرينية؟ ولله الحمد، وفي ضوء توجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لقد انتهت اللجنة العليا بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال حجاج المملكة ومتابعة شؤونهم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية. وقد شكلت لجان متنوعة ومتخصصة وفرق عاملة على مدار الساعة لتلقي أي استفسارات وتقديم الخدمات الطبية والخدمات المساندة والدعم للحملات الحج البحرينية، وتغطي هذه اللجان جميع الجوانب المطلوبة. هناك تكامل وتضافر للجهود بين مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة، وهنا أتقدم بالشكر إلى وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم للجهود المبذولة في خدمة حجاج المملكة. نعم سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا جزيلا لك.